السلام عليكم. اليوم نروحوا نتعرفوا على العدد نتاع الجسور فوق وادي الحراش، شحال فيه يعني الجسور على طول الواد هذا، وننطلق من منطقة حمام الوان هنا ونشوف الواد هذا هنا. إذا نبدأ نحسب كل الجسور الموجودة على واد الحراش، إذا انطلاقا من منطقة حمام الوان هنا حتى إلى المصب تاع الواد على مستوى المحمدية. إذا هنا نشوف زوج جسور، ونزيد ننتقل الاتجاه تاع الواد، نتبع المجرى تاع الواد. وهنا الاسم تاعو هو على مستوى هنايا يسمى بواد الشفا، وهنا نشوف الجسر الثالث. هنا عندنا الجسر الرابع، هنا هذا الكبير، وكلما يعني نتجه باتجاه الشمال كلما يعني تكثر العدد نتاع الجسور فوق هاد يعني الواد. هنا عندنا الطريق هنا، وهنا عندنا الجسر السادس فوق إذا واد الحراش. ثم نزيد نافونسي هنايا، هنا عندنا جسر آخر وهو الجسر السابع، وهنا التسمية تصبح واد الحراش لأننا نقترب من منطقة الحراش. إذن سابع جسر، وهنا رانا بالمنطقة تاع سيدي موسى، لاحظ مدينة سيدي موسى هنا. وهنا نشوف الجسر الثامن فوق الواد هذا على مستوى منطقة هنا المرجع والبراقي، الثامن هذا. هنا عندنا الجسر التاسع، هنا ثم هنا عندنا الجسر تاع السمار هو الجسر العاشر، ثم هنا عندنا الجسر تاع وادو الشايح 11، ثم عندنا جسر 12 تاع السكك الحديدية، ثم عندنا الجسر 13 جسر طريق السيار تاع الدار البيضاء. وهنا رانا في المنطقة تاع الحراش. إذن هذا هنا عندنا الجسر رقم 14، وهذا هنا عندنا زوج جسور 15 و16، وهذا جسر رقم 17، وهذا جسر رقم 18، ثم
18. اذا هذا الجسر تاع بوشات ما نهضرش عليه، 18. هنا عندنا الجسر رقم 19 ورقم 20 ورقم 21، عندنا تلت جسور هنا. عندنا جسر تاع تراموي، زوج جسور تاع طريق، اذا 21. وهذا الجسر رقم 22، وهنا عندنا زوج جسور 24. اذا عندنا 24 جسر على مسار وادي الحراش انطلاقا من منطقة حمام الوان الى حدود ساحل بحر المتوسط. اذا فيه 24 جسر يمر فوق هذا الواد على امتداد 18 كيلومتر طول نتاع الواد هذا. اذا اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.